في حاجة لطيفة، احنا معانا أستاذة مريت عمر الحريري ومريت عماد حمدي. حمدي أحمد. احنا عندنا في تشابه في الاسم ده، مش وليد صدفة، ممكن نقول حكاية؟ هي بصي، هو أنا أختي الكبيرة شروات، فبابي اختار أسامي فرعوني، فجي لما جابني كان قاعد هو أنكل عمر الله يرحمه، عمر الحريري الله يرحمه، فقال له يا حمدي سمي مريت اسمه فرعوني وبتاع، فسميني. فدايما كان بابا يقول لي انت متسميه على اسم ميرات عمر الحرير. كنت دايما ليا لازم اقول له بس يا بابي هو قمر وعينين ملونه، طب كنت اطلع زيه. بس هو مش عينين مش ملونه على فكره، عشان في ناس بتختلف في الموضوع، بيقولوا لي انت عينيكي زي باباكي. لا انا ابويا عينيه كانت عسلي، انا طالعه ناحيه والدتي يعني. بس الشبه الوش بالظبط. بالظبط. بس قمر برضه. ايوه على فكره، على فكره يا جماعه، استاذ هشام من الاول وهو بيعاكس استاذه مريت، وانا قلت له طب نجيب تاكسي الغرام امتى؟ صح ولا لا؟ قلت كده تهم على الهوا. هي قالت لا نجيب اوبر.